نروح بقى نشوف كده فرحة الجماهير بعد الفوز على الزمالك بخمسية في الدوري ونرجع نكمل. مبروك طبعا للنادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي واعضائه. الحمد لله على الفوز، نتيجه 5-5 ان شاء الله، نتيجه كبيره جدا والحمد لله، وبدايه قويه للدوري. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي كلها وللعيبه وللجهاز الفني وللاداره. يعني ماتش كان كويس جدا، طبعا كنا نتمنى ان الماتش يعني يبقى تاني 6-1 7-1، بس الحمد لله يعني 5-3 نتيجه كبيره على الزمالك، بنحقق العلامه الكامله من اول 3 ماتشات. فوز كبير ومهم جدا 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 على نادي كبير زي نادي الزمالك. كان في فرصه ان احنا نجيب اكتر من 5 اجوان، وكان في فرصه ان احنا ما نتقبلش 3 اجوان. احنا بنبارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره ولينا جميعا يعني على نتيجه 5-3. ومعلومه للعلم يعني دي خامس مره الاهلي يكسب غريمه الزمالك بالخمسة. بنبارك للنادي الأهلي جدا، بنبارك للكابتن الخطيب اللي بنعشقه كلنا واللي هو وصل نادينا للمستوى اللي احنا فيه دلوقتي، وبنقول للمشككين وللناس اللي كانت بتحاول تقول ان فرقتنا فيها مشاكل كتير وفيها عيوب كتير، احنا فرقتنا اجمد فريق في افريقيا ومفيش زيه، والاهلي حاجه والفرق التانيه كلها حاجه تانيه. الماتش كان حلو جدا وكلنا اتبسطنا، وكنا طبعا متوقعين 6-1 والكلام ده، بس الحمد لله النتيجه كانت حلوه جدا. رجاله والف مبروك، ونتمنى ان انتم تكونوا احسن واكتر من كده، وعايزين نشوف ان شاء الله الدوري وافريقيا. مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره، وطبعا نتيجه جميله جدا ونتيجه كبيره على الفريق كبير زي نادي الزمالك، ونتمنى الاستمرار بقى في الاداء وفي النتائج علشان ان شاء الله الدوري السنه دي يبقى بتاعنا.